تقدمون بالسلامة.
كريم من مدينة رشيدية مؤسسة بن طاهر. جئنا للفيس لتمثيل البطولة الوطنية. كنشكر البنات ديال مولاي عقوب على فرصتنا العظيمة، كنشكرهم. كانت مقابلة جد في المستوى، كان تطورة جد جميلة. كنشكر حتى البنات اللي كانوا معنا، كنا لعبنا ماتش زوين. كنشكر المنظمين هنا، الأساتذة والمقطرين والأستاذ ديالنا والكوتش ديالنا الحسني. كنتمنى كل عام نبقاو هكا وحتى كنبداو كان في المستوى. كان شعور جميل جدا زوين، حيت العام اللي فات كنا دينا تروازيام بلاصنا، كنا طامحين لهاد المرتبة ان شاء الله. ودينا أول مرة جاب راسي في بلاد رشيدية، سدي البرومير ناسيونال في المغرب، هادي راه واحد الحاجة اللي زوينة بزاف. وصراحة لعبنا وتقاتلنا عليها وجبنا عزا، دار استحقاق، وحنا فرحانين بزاف بزاف. والفرحة ديالنا ما تتوصفش نهائيا. والمقابلة صراحة كانت جد حماسية، حيت وسط ليكيب اللي كنا معاه، ليكيب اللي تاهي تبارك الله عليها في المستوى. والحمد لله، وهادشي اللي